خلية نحل لا تتوقف عن العمل من الساعات الأولى للصباح وحتى موعد آذان المغرب. فهنا محمد الذي يقوم بالطبخ مع مساعديه من الطباخين، وعلى الجانب الآخر جوزيف الذي يشرف على فريق من المتطوعين الذين يقومون بتعبئة وجبات الإفطار استعداداً لتوزيعها. إنهم فريق من المسلمين والمسيحيين الذين أشرفوا على تكية العذراء المعروفة هنا في بيت لحم باسم ستنا مريم. هذه فلسطين يا جماعة، شو مالكو؟ فلسطين يعني تتميز في التآخي الموجود فيها، ولا فرق بين مسلم ومسيحي. وعلى فكرة يعني في برضو في رمضان في عائلات مسيحية مستفيدة في تأخذ وجبات من هنا، يعني هنا بنقدم خدمة إنسانية لمن هو محتاجها. تكية ستنا مريم في عامها الثاني على التوالي شكلت مثالا جديدا للتكافل والتآخي الإسلامي المسيحي في مدينة اشتهرت بنسيجها الاجتماعي الديني المميز. طوال شهر رمضان تفتح لتكية أبوابها وبإشراف من محافظة بيت لحم. بيت لحم هي يعني عنوان لكل الطوائف اللي موجودة، مسلمين ومسيحيين يعملوا مع بعضهم البعض ويساعدوا بعضهم البعض في مناسباتهم المختلفة. ألاف الوجبات توزع يوميا وفق قوائم رسمية زودوا بها من طرف الشؤون الاجتماعية، ويحرص القائمون على أن تكون هذه الوجبات جاهزة قبل موعد الإفطار، وليس فقط من يتوافد إلى التكية هو المستفيد. العمل على القضاء على الجوع ومحاربة الفقر، فالشخص اللي بيجي بتوجه لتكية فورا بيسلم طعامه، وإحنا مش راح نسأله أنت غني أو فقير، لأنه اللي بالفعل المحتاج هو اللي راح يطلب. يعني التكلفة اليومية لتوفير وجبات الطعام تقارب 10,000 دولار، مبلغ ما كان ليتوفر يوميا وعلى مدار شهر كامل لولا التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع الفلسطيني. نحو 3,000 وجبة تقدم للفقراء والمحتاجين في تكية ستنا مريم، ونحو 1,000 الرسائل ترسل لأجمل صور التعايش ما بين المسلمين والمسيحيين. فالوجبات الغذائية هنا لا يستفيد منها دين واحد، هنا لا يسأل عن الدين. من تكية ستنا مريم فاتن علوان، الحرة.